السلام عليكم، ويا رب تكونوا في صحة وسعادة وفي أحسن حال. عارفين أما يكون عندك لمبة في البيت ولاحظت إنها بدأت تضعف كده ونورها يلقلق وبدأت تديلك تنور مرة وتطفي مرة، فمشيت ورا السلك اللي مغذيها بالكهرباء لقيته عند منطقة معينة مكشوف أو مقطوع أو ملمس أو بيطلع شرار. طيب عارفين أما تكون مشغل ميوزك على سماعة مثلا أو بتسمع سماعة وتلاقي الصوت بدأ يضعف ويخرفش وتمشي ورا السلك اللي مغذي السماعة برضه تلاقيه مكشوف أو ملمس وبيطلع شرر مثلا او كده. المثلين دول بيشبهوني قوي او بيفكروني قوي بمشاكل الاعصاب في جسم الانسان، اللي هي ممكن تؤدي برضو اذا كان في هذا او هذه الاسلاك اللي نازله من المخ مشكله او حاجه، هيحصل تنميل او شكشكه، حتى ممكن تكون في مشكلة في مستوى أعلى في المخ ويجي لك تنميل أو أعصاب أو ألام أعصاب تحت في مستوى أسفل زي إيدك أو رجلك أو وجعك مثلا. شجرة الأعصاب الرئيسية أو الضفيرة الرئيسية نازلة من المخ وبتمشي في النخاع الشوكي داخل العمود الفقري، وطول ما هي نازلة عمالة تدي أفرع أصغر فأصغر 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 لحد ما تغذي أي خلية داخل جسم الإنسان سبحان الله. إذن مفيش أي خلية إلا وصل لها أعصاب، والأعصاب بتنقل الأحاسيس الألم أو الحركة من الأعضاء للمخ عشان يجي لك الإحساس بالتنميل أو بالألم أو بالشكشكة. مش تنميل أو ألم أو شكشكة بس، لأ، ده أنت ممكن يجي لك إحساس بالكهرباء، ممكن يجي لك ضعف في الإحساس أو اختفاء للإحساس خالص، ممكن يجي لك ضعف في الحركة أو تقل أو قلة حركة قد توصل لمرحلة الشلل لا قدر الله. ممكن الأعصاب تكون مغذية أماكن داخل البطن زي العصب الحائر مثلا، المتحكم كتيرا أو كثيرا في القولون العصبي وفي المعدة العصبية، فيجي لك إسهال، إمساك، مود وحش، ممكن تأثر على أشياء أخرى داخل البطن ما يبقاش فيه تحكم في البول أو في الإخراج، ممكن تؤدي التهاب الأعصاب أو مشاكل الأعصاب إلى الضعف الجنسي، ممكن تسبب في بعض الأوقات اللي مغذية القلب لخفقان، ممكن يجي لك تعرق، ممكن يجي لك دوخة، ممكن يجي لك لا قدر الله مشاكل في القلب وما تشعرش بيها بسبب مشاكل أعصاب لأن التوصيل فيه مشكلة. أسباب التهاب الأعصاب لا تعد ولا تحصى، بس إحنا طبعا متعودين في فيديوهاتنا إن إحنا نبسطها ونوصل لك المعلومة الأسهل والأكثر انتشارا وليس النادرة. من أهم أسباب مشاكل الأعصاب سواء التهاب الأعصاب أو مشاكل الأعصاب سواء التهاب الأعصاب أو خلل في الأعصاب أو لا قدر الله جرح في الأعصاب أو قطع في الأعصاب، مشاكل الأعصاب كتير. مثلا نمت صحيت من النوم لقيت رجلك أو إيدك منملة، قعدت قعدة غلط صحيت لقيت إيدك منملة، أو قمت لقيت إيدك منملة، بعد شوية راح التنميل، ادي مشكلة اعصاب سهلة وبسيطة وبنشوفها كثيرا، ولا داعي للذهاب للطبيب لمجرد ان انت بتنمل نتيجة انك نمت نومة غلط او قعدت قعدة غلط. طيب امراض وراثية ماشية في بعض العائلات بيجي لهم دايما تنميل وشكشكة وكهرباء ومشاكل في الاعصاب وبتنتقل من جيل لجيل وكتير منها غير معلوم السبب. نقص الفيتامينات زي دي وإي وبي 1
او بي 1 وبي 2 وبي 12، واللي يهمني طبعا فيتامين بي 12، لانه من اهم الفيتامينات اللي بتعمل مشاكل والتهابات في الاعصاب. فيتامين بي 12 مسؤول عن عمل وانتاج وشغل مادة الميلين، المادة العازلة اللي حوالين الاعصاب، زي بالظبط المادة المطاطية العازلة اللي بتيجي حوالين سلك الكهرباء. إذا اتقطعت المادة ده هي بيبقى السلك مكشوف، إذا بيبقى العصب مكشوف، إذا الميلين مادة الميلين ما تكونتش وبيبقى معرض لأي إحساس بالألم أو غيره. إذا فيتامين بي 12 في غاية الأهمية، أو نقص فيتامين بي 12 من الحاجات الرئيسية اللي بتؤدي مشاكل في الأعصاب. بعد كده عندنا مشاكل في تخصص كبير اللي هو المخ والأعصاب، سواء المخ والأعصاب أو جراحة المخ والأعصاب، والمشاكل على حسب المستوى اللي فيه المشكلة. لو في المخ عندك لا قدر الله أورام المخ، جلطات المخ، الأمراض، مرض التصلب اللويحي اللي هو الام اس، الناس تيجي تقول لك أنا عندي ام اس، أو مشاكل ضغط على شجرة الأعصاب الرئيسية حميدة أو غير حميدة، أو مشاكل في العمود الفقري زي خشونة الفقرات أو الانزلاق الغضروفي سواء في فقرات الرقبة أو فقرات القطنية، أو مشاكل في الأعصاب الطرفية نفسها، كل دي، أو مشاكل ناتجة عن قطع أو حوادث أو عمليات جراحية أو أي حاجة ممكن تؤدي إلى تلف الأعصاب. بعد كده في مشاكل ليها علاقة بجهاز المناعة في الجسم والأمراض المناعية زي الروماتويد والذئبة الحمراء وغيرهم، أمراض كتير بيجي معاها التهاب في الأعصاب. بعد كده في أمراض بتؤدي إلى التهابات الأعصاب سواء عن طريق العدوى زي الإيدز لا قدر الله، أو الهيربس مثلا، أو الجدري المائي، ودي أمراض مشهورة إنها بتعدي الأعصاب الطرفية وممكن تؤدي إلى التهاب أعصاب بألم أو تنميل أو شكشكة أو غيره. بعد كده عندنا أمراض لها علاقة بالغدد الصماء، وأهمها الغدة الدرقية وخمولها أو هبوطها اللي بيؤدي إلى سمنة وزيادة الوزن واحتفاظ بالمية والأملاح داخل الجسم، اللي بيؤدي إلى ضغط على الأعصاب الطرفية وآلام في الأعصاب وتنميل وغيره. بعد كده في مجموعة كبيرة من الأدوية ممكن تؤدي إلى التهاب الأعصاب زي الأدوية الكيميائية لعلاج الكانسر، أو الأدوية اللي ليها علاقة، بعض الأدوية اللي ليها علاقة بعلاج الضغط، أو طبعا لازم أضيف شرب الكحول الكتير، أو لا قدر الله، أو الأدوية اللي ليها علاقة بالتدخين الكتير برضو بتأثر، سوري، أو التدخين الكتير بيأثر على التهاب الأعصاب وممكن يزود التهاب الأعصاب. وفي بعد كده التعرض لمواد سامة قد تؤدي إلى برضو التهاب في الأعصاب أو مشاكل في الأعصاب، زي المبيدات الحشرية، زي التعرض لمواد اللاصقة شديدة القوة، زي التعرض للغازات السامة، أو التعرض لتسمم التسمم الرصاص أو تسمم الزئبق. بعد كده طبعا ما ننساش الأمراض المناعية زي الروماتويد والزئبة الحمراء والأشياء اللي زي دي اللي بيبقى معاها هي وغيرها التهابات شديدة في الأعصاب. أخيرا وأهم حاجة بالنسبة لي النهاردة الحقيقة عاوز أوصلها لكم، هو التهاب الأعصاب السكري وتأثير مرض السكر على الأعصاب. السكر بيأثر على الأعصاب يا إما مباشرة على الأعصاب الطرفية في منطقة معينة أو في الجسم كله، أو بيأثر على الأعصاب عن طريق تأثيره على الأوعية الدموية وتأثيرها على الأعصاب وتغذية الأعصاب نفسها. وممكن لو سكرك مش مظبوط، وبذكرك بالجملة المشهورة عيش بيه 200 سنة طول ما هو مظبوط، ممكن يعمل لك تنميل، شكشكة، عدم إحساس، إحساس بالكهرباء، آلام فظيعة تقوم المريض من النوم، ممكن يعمل لك
عرق، ممكن يعمل لك دوخة، ممكن يعمل لك خفقان، ممكن يعمل لك آلام أو مشاكل في الجهاز الهضمي زي إسهال، إمساك، ممكن يعمل لك عدم تحكم في البول أو في الإخراج، ممكن يعمل لك ضعف جنسي، ممكن يعمل لك عدم إحساس نهائي في الرجلين أو في الإيدين لدرجة إن أنت ما تحسش بالمية الباردة أو السخنة، ممكن إن أنت تصاب أو تتجرح في رجلك ما تحسش، ودوت ممكن يزود الالتهاب أو الجرح ويحصل لا قدر الله البتر، ممكن يؤثر على الأوعية الدموية وعلى القلب، لا قدر الله يجي لك خفقان قلنا ودوخة وعرق، ولا قدر الله ممكن يحصل كسور في الشرايين أو جلطة وما تحسش بيها، وبيسموها الجلطة الصامتة أو السايلنت انفاركشن. أنا حاولت أوضح لكم في الجزئية الأخيرة دي بالذات من الفيديو عن السكر إن ممكن التهاب الأعصاب السكري اللي هو من أقل مشاكل التهاب مشاكل السكر، لأن في حاجات على الكلى وحاجات قلناها في فيديو قبل كده ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا، غير إن هو ممكن قلت لك يصحيك على آلام شديدة جدا من الألم. طبعا تشخيص حالة التهاب أعصاب أو مشكلة أعصاب ما هواش في أي مشاكل نهائيا، لأنه بيعتمد على السبب. يعني المخ والأعصاب في رنين مغناطيسي، في تخطيط مخ، في تخطيط عصب، في رنين على المخ أو على الفقرات أو على الأعصاب نفسها، في إشعاعات بتتعمل على أي منطقة في الجسم، في بالنسبة للدم عندك تحليل الغدة الدرقية، تحليل فيتامين بي 12، فيتامين دي مهم جدا، تحليل السكر بمضاعفاته، بالكوليسترول، بالسكر التراكمي، الأشياء ده هي كلها مهمة جدا عشان أشخص حالة التهاب أعصاب. طبعا ما انساش عامل الروماتويد وتحاليل المناعة كلها اللي ممكن تفيدنا جدا في تشخيص حالة التهاب أعصاب، والعلاج هيكون موجه للحالة. عندك مشاكل لا قدر الله نتيجة قطع في الأعصاب، مخ وأعصاب، سواء العلاج جراحي أو طبي، عندك مشاكل في الغدة الدرقية هنعالج الغدة الدرقية، عندك مشاكل في نقص الفيتامينات هناخد فيتامين د، فيتامين بي 1 أو 6 أو 12، وخاصة فيتامين بي 12 في صورة إبر أو حبوب. السكر لازم نعالج السكر كويس جداً، اظبط سكرك ارجوك باي طريقه، وظبطه مش صعب زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات، وقد نلجا لي قلنا العلاج بفيتامين بي 12 او فيتامين بي 1 بي 6 بي 12 اللي هو بي مركب في صوره حبوب او ابر. اظبط سكرك مهم جدا، لانه من اهم اسباب التهاب الاعصاب في العالم. إذا العلاج سهل والتشخيص سهل، إنما الأعراض كتيرة ومؤلمة. أرجوك حافظ على أعصابك، اعمل فحص دوري مرة في السنة، إذا جالك شوية تنميل بسيطة نتيجة نومة غلط أو قعد غلط ظبطها، نزل وزنك عشان ما يضغطش على الأعصاب، اظبط الغدة، ربنا يحميك من الحوادث والانزلاق ومشاكل الأعصاب. السكر اظبطه ثم اظبطه ثم اظبطه عشان تغني نفسك عن مضاعفاته، واتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس عشان يوصلكم دايما الجديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.